يا ليله العيد انستينا، يعني بجد من احلى الاغاني اللي غنتها السيده ام كلثوم، ومع اول اعلان لليله العيد وعيد الفطر المبارك وصوت الست ام كلثوم تدخل البهجه كل البيوت المصريه. ربنا يجعل هذا العيد عليكم وعلى مصر وعلى الامه الاسلاميه بكل الخير واليمن والبركات، ويكون على كل بيت كده باذن الله في بهجه وبركه وخير. طالعين من شهر كريم كده، ربنا بجد يدخل البهجه عليكم جميعا. اعلنت دار الافتاء المصريه ان غدا الجمعه اول ايام عيد الفطر المبارك، وان اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك. واستطلعت دار الافتاء المصريه خلال هلال شوال لعام 1444 هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريه والموافق 20 ابريل لعام 2023 ميلاديه، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا. كل عام وأنتم بألف خير، وأول ما بتسمع الابتهالات الله أكبر الله أكبر تحس كده البركة والخير، وإن شاء الله يعم علينا جميعا وحضراتكم بألف خير في كل مكان موجودين في مصر. النهاردة اليوم كان يوم هادئ، الناس بدأت الأجازة، وطبعا الوقفة واللي سافر واللي راح لأهله وصواني الكحك والبسكوت والفرحة والبهجة والأطفال والبلالين والشوارع. المخرج بيقول لي ما عاد احنا طبعا الإعلام دايما الناس بتشتغل طول الوقت، لكن خليني أقول برضو لكل الزملاء اللي بيشتغلوا، اللي هيشتغلوا النهاردة وبكرة وكل الأسبوع، لأن أنتوا عارفين الإعلام عامل زي الماكينة اللي مش ممكن تتوقف أبدا لأنها في خدمة مشاهد كريم. كل اللي نقدر نقوله يا ليلة العيد أنستينا، وأنتم كمان هتأنسونا في ليلة عيد، نتكلم وناخد وندي مع بعض. كل سنة وأنتم طيبين. اطمن، مفيش ألم، مفيش موت، في طيران أسرع من البرق لروحك. وأنا صاحب مفتاح الجنة. أنا حسن ابن الصباح. مبدعين احنا المصريين، محدش يقدر يقول غير كده. الإبداع عندنا في الفن، في الكادرات، في التصوير، في التمثيل، ما يعني وكل عام بينضم إلى الفرق الإبداع ناس تانية وأسماء كبيرة مختلفة، بالذات في مجال الصورة. ما نقدرش ننكر أبدا حتى في دراما رمضان اللي موجودة 2023 إنه عندك إبداع حقيقي في كادرات كتيرة جدا. لو قعدنا نسمي حاجات هنلاقي كلام كتير. خليني قبل ما اسمي هذا الإبداع أقول لكم البرومو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي على الشاشة. ده برومو علشان إن شاء الله تتفرجوا عليه كمسلسل في 2024، يعني رمضان المقبل. والشركة المتحدة للخدمات العالمية بتعلن عن أول مسلسلات دراما 2024. هو ده الشغل الاحتراف، أنت بتختم موسم درامي ضخم جدا كبير جدا، كان فيه مجهود، وكمان بتقول إنك جاهز وحاضر بمسلسل الحشاشين. المسلسل ده ايه؟ ايه المسلسل ده؟ مأخوذ عن احداث حقيقيه كانت ودارت في القرن ال11، وهيكون بطوله النجم الجميل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامه، ميرنا نور الدين، احمد كشك، امير المصري، وعدد كبير من النجوم. التأليف لعبد الرحيم كمال اهلا، واخراج بيتر ميمي. وحشونا اكيد في رمضان ده، لكن هيكونوا معانا في 2024. زي ما انتم شايفين البرومو بيقول انه انتاج ضخم
بيقول انه قصة هنستمتع بيها، بيقول انه هنشوف حاجة مختلفة. سيعود كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال وبيتر ميمي في 2024 من انتاج ضخم للشركة المتحدة اللي اعلنت مبكرا جدا قبل نهاية الشهر الكريم أو مع نهاية الشهر الكريم بأولى مسلسلاتها في 2024. هو ده دور الدراما، يعني إحنا هنا مجرد مشهد، بس مشهد خلاك تعود للتاريخ. يعني أنا شخصيا لما شفت المشهد ده ترجع للتاريخ وتتفرج وتشوف إيه اللي حصل بالظبط، وده دور الدراما. نرجع بقى ليه زي كنت بكلمكم من شوية كمان عن مسلسل تحت الوصاية. تحت الوصاية الحقيقة من الأعمال اللي بتناقش موضوع مهم جدا، وهو قانون. والقانون ده الحقيقة يعني مهم، قانون الوصاية وإزاي الأم تقدر هي تبقى مسؤولة عن أولادها القصر، وأعتقد بتناقشه بطريقة يعني مهمة جدا. المسلسل من الأعمال قدم كمان فنانين متميزين جدا، والحقيقة مكتوب بشكل رائع، فبالتالي كل دور بيقدمه فنان بتحس إن هو أستاذ في الدور. شفنا إزاي الفنان رشدي الشامي خطف الأنظار، يعني الناس كلها بقت عايزة تقول طب فين، طب ما بيجيش ليه، طب ما عملش ليه، طب عايزين نشوفه في أعمال تانية. امبارح بالأمس بالذات حلقة امبارح ومشهد رحيل عم ربيع، وعم ربيع ده لما تشوفه في المسلسل تحس إن أنت عارفه، يعني تحس ان عم ربيع ده يعني انت عايز تطمن عليه، يعني وهو يعني بيموت امبارح في المشهد، واداء رائعه طبعا منى زكي، تحس ان هم خطفوا قلوبنا وزعلنا يعني على عم ربيع، من كتر ما الشخصيه مكتوبه صح، من كتر ما عندنا مبدعين ممثلين بشكل كبير. تفاعل كمان الجمهور مع الشخصيه دي بوضوح، كمان الشخصيات المهمه شخصيات الصيادين او البحريه زي ما بيقولوا، اللي هم بيطلعوا على المركب علشان يصطادوا يعملوا حاجات كتير. فشفنا شنهابي، وشنهابي طبعا زي ما احنا شفناه شخصيه وعيد شخصيه ثانيه، الاثنين الحقيقه ممثلين يعني تنسى ان هم ممثلين، انت اللحظات يتهيأ لك ان الناس دي عاشت على المراكب الصيد، عايشين في دمياط بيشتغلوا هذه المهنه، ودي الاجاده الكبيره جدا. كمان عيد على فكره يمكن كان ليه ادوار وكان ليه فيلم مهم، ولكن الحقيقه لما تشوف عيد يعني تبقى حاسس ان هو ابن هذه البيئه، يعني وده الاحتراف. الفنان علي صبحي هو اللي قدم شخصيه عيد، خلينا نسلم عليه. مساء الخير. مساء الفل يا استاذه شكي. ايوه، وانت بكلمني بصوتك كده يعني عايز اقول لك ايه، طب يعني خليك طيب شويه يعني مع منى. يعني انا طيب اهو. اولا انا بحييك على الشخصيه، يعني انتوا الثلاثه شخصيات مختلفه، شخصيات مكتوبه حلو، وانتم كمان كنتم بارعين في اداء هذه الشخصيات. الله يخليكي، شكرا جزيلا. يعني مبسوط جدا جدا اولا ان انا معاكي في البرنامج بتاعك، ومبسوط انه رد فعل ان الجمهور حبوا الشخصيه وصدقوها، والحمد لله ده حب كل الشخصيات يعني عامله كده الناس مصدقينها، وده بالنسبه يعني حاجه كبيره جدا. ده كله حصل طبعا بفضل الاستاذ الكبير شاكر خضير، يعني طبعا طبعا كان دي كان اهم حاجه، اهم معلومه طول الوقت بياكد عليها انه انا محتاج الناس تصدقكم. طب تعالى لي بس هنا يا عيد، تعالى بس يا عيد عشان انت مشاكس قوي في المسلسل وصعب ترويضك، يعني انت محافظ على الشخصيه انها تفضل مش يعني ايه، يعني هي ماشيه بدماغها، هي شخصيه عيد شخصيه ماشيه بدماغه، ما عندوش المعطيات والحاجات بتاعتنا. فكلمني الشخصيه دي انت جهزت لها ازاي؟ رحت دمياط، اللهجه، الشغل البحريه مش سهل، يعني مثلا ممكن الفنان يشوف مهن معينه يقدر يشوفها في الشارع يحصل له يعني مخزون شخصي منها، لكن شخصيه يعني اللي بيشتغل في البحريه او على مركب صيد او بيعمل السرحه زي ما بتقولوا لازم تعاشر الشخصيه انت نفسها. فهل انت رحت دمياط عملت ايه بالظبط؟ الحقيقه احنا كلنا الفريق كله، فريق البحريه كله، رحنا زياره مره واثنين وثلاثه لمنطقه عزبة برج، وقابلنا صيادين حقيقيين، هم كانوا غايه في التعاون، يعني اتكلموا معانا بشكل كبير جدا على البحر، وطلعنا رحلات بحريه يعني معاهم
عشان نشوفهم وهم بيصطادوا وهم بيتحركوا ازاي، بيتكلموا ازاي، عايشين يومهم ازاي. يعني ده كله كان كلنا كنا بنعمل الحاجه دي. انا حتى بشوف اللحظه اللي انتوا جزء من مذاكرتنا للشخصيات الحقيقيه، يعني الناس الحقيقيين غير الشخصيات اللي مكتوبه. يعني ايه اللي لقطته انت؟ يعني ايه اللي لقطته انت؟ يعني لازم ندي كل ذي حقا حقا ان الشخصيات مكتوبه بعنايه شديده وبحب وباخلاص. صحيح. مثل من الكتاب الكبار الاستاذ هشام نياب، ده سهل علينا بشكل كبير جدا فهم الشخصيات وفهم طبيعتهم وبنى درامي كويس للشخصيات. وده طبعا يعني حصل كله في الاخر بشكل يعني تيم ورك، ان كلنا شركاء في هذا العمل. صحيح. محدش كان بيبخل على حد المعلومه، محدش كان يعني كان كل الناس صراحه من اصغر عامل لاكبر حد لغايه شركه الانتاج شركه ميديا هاب، كان كله بيساعد بحب وباخلاص علشان العمل ده يطلع بالشكل ده. أكيد طبعاً. يعني الحقيقة بص الكلام معاك يعني يحتاج إن إحنا مسلسل كبير ومشاهده كتيرة وعملته جهد كبير، وإحنا الحقيقة وصلتوا لنا كل اللي حضرتك قلته. أنا بحييك لأنه مسلسل رائع، الإنتاج رائع، وكمان الأداء الشخصيات كان حقيقي. يعني أنا مصدقة إن أنت عيد مش علي صبحي، فخليني أقول لك خليك طيب يا عيد شوية، خلينا نعدي باقي الحلقات. الفنان علي صبحي بشكرك شكرا جزيلا عن هذا المسلسل. زي ما أنتم شايفين كان في شغل حلو جدا في رمضان، وفي مسلسلات ومشاهد وفنانين ومجهود كبير الحقيقه اتعمل. يمكن اللي ما لحقش يشوف المسلسلات دي هيكون عنده فرصه بعد رمضان انه يرجع لما يتم الاعاده، او يرجع على منصه واتشت ويشوفها بشكل كبير. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم، لكن قبل كل ده لسه مواصلين معاكم الليله ليله عيد. كل سنة وانتم طيبين الحقيقة، وطبعا عيد سعيد على الجميع. لكل اللي بيشوفنا غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. خلينا كمان احنا ناخد بقى ايه هدية العيد، هدية العيد الأعمال الحلوة اللي اتقدمت على شاشة رمضان، ونروح مع الناقدة الفنية بمجلة روزر يوسف الأستاذة شيماء سليم علشان نعمل حصاد كده عن كل الحاجات اللي احنا تابعها. مساء الخير وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك. حضرتك طيبة وانت. طبعا احنا عندنا حصاد حلو وعندنا أعمال كتير حلوة، خلينا بسرعة كده نقول الأعمال اللي قدمت قضايا. فبنتكلم على عملة نادرة، بنتكلم على حضرة العمدة، بنتكلم على تحت الوصاية. تمام. هو في الأول بس احنا عايزين نعترف أن السنة دي أو 2023 موسم رمضان ما كانش فيه عمل سيء. الأعمال كلها أقل مستوى ليها مستوى جيد. تاني حاجة، بالنسبة للتلات أعمال حضرتك أشرت ليهم، هم فيهم تلات قضايا مهمين جدا يخصوا المرأة، وفيهم إشارة القوانين تعسفية شوية ضد المرأة وخاصة الأرملة. يعني فتحت الوصاية أنا شايفة أن جايز أو أتمنى طبعا أن يحصل تعديل لقانون الوصاية الأم بعد وفاة الأب دي. فزي ما اريد حلا كده استاذه فاتن حمامه، قدر الفيلم ان هو يعدل القانون زي ما فاتن امل حربي بالعام بالظبط زي فاتن امل حربي. طب هل هنا اقدر احط انا عنوان واقول تنتصر الدراما للعام الثاني على التوالي ايضا بعرض قضايا مهمه للمراه تطرح على يعني على المجتمع وتطرح ايضا على المعنيين؟ طبعا. احنا اولا احنا عندنا نجمات بيقدموا مسلسلات لرمضان كل سنه، الفكرة ان هم عندهم شعبية كبيرة جدا على الارض زي نيلي كريم ومنى زكي، فلما يجوا يقدموا كمان عمل فيه قضية او فيه طرح القضية مهمة وعايزين نحل القضية دي او عايزين نبدأ على الاقل نتكلم عنها بصوت عالي، فده معناه ان هو هيحقق شعبية وهيحقق بالتالي بالضرورة يعني استجابة ما نتمنى ان هي تكون حاصلة. تمام. فطبعا زي ما حضرتك قلتي الاعمال دي بتطرح القضايا المهمه، بتطرح قضايا اللي تخص المراه سواء المطلقه الارمله، ولازم طبعا يعني لازم يحصل استجابه فوريه ليها يعني.
طيب خليني يعني اذا خلينا ناخد هنا اول عنوان في الحصاد ونقول تنتصر الدراما. اكيد انتصر للعام الثاني على التوالي. عايزه اروح للاعمال الاكثر جماهيريه. يعني ما نقدرش نغفل ابدا جعفر العمده اللي يمكن المسلسل اللي محقق جماهيريه شديده جدا في كافه المستويات والاعمار والناس، وفي خلطه كده شد الناس بشكل كبير. خلينا نعترف برضو بحاجة تاني، إن مش كل الأعمال الدرامية اللي بتقدم لازم يكون دورها فكر أو تحريك قضايا أو الحديث عن قضايا. برضو من أهداف الفن التسلية والمتعة وإن الناس تنبسط. فجعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي ميلودرامي عادي جدا، ما فيهوش فكر كتير، ما فيهوش حاجات كتير، بس هو مسلسل في النهاية مسلي وممتع. وده تشويق. هدف، وده طبعا هدف نبيل برضو، يعني ما نقدرش. هل ممكن اخد المشهد بالامس بتاع احدى زوجات العمده، يعني منى فضالي عملت مشهد حلو جدا اللي هي رفضت ان تكون المراه جاريه لرجل يتزوج اربعه، المشهد ده برضو ينتصر للمراه بالذات لما طلبت الطلاق. يعني طبعا بينتصر المراه، هي فائت بعد شويه كتير، بس برضو بينتصر المراه عشان هنا بنقول ان احنا مش بندعم قوي فكره ان اللي يتجوز اربعه ويقعدهم في بيت واحد وكده، برضو يعني هنا في برضو نوع من انواع التمرد اللي حصل، وان دي مش الحاجه الكويسه. وهي كمان بينت انه احيانا بيبقى في بنات بتبقى فاهمه ان الخلطه المبهره دي راجل متجوز سطوان فوز ان هي هتعيش بالسعاده، فهي حست برضو انها ما اخدتش اي سعاده. ما اكيد، ما هي بس هو بيحصل الفوقان ده بعد شويه. ايوه، فان هي فاقت ورجعت وقالت لا وتمردت على الوضع ورفضته، ده برضو اشاره كويسه ان احنا بالزبط. مش بنقول ده دور الدراما. اعملوا كده. الممثلين في جعفر العمده اعتقد كلهم نجوم، ودي اعتقد يعني تحسب لهم كمسلسل، يعني ما فيش دور مش مكتوب صح وما فيش دور ما حققش نجوميه، هو بخلاف حتى نجم الكبير يعني محمد رمضان. التمثيل عامه السنه دي كله الحقيقه في كل المسلسلات رائع، سواء من نجوم الصف الاول اللي هم الابطال او اللي عاملين ادوار تانية او الوجوه الجديده او الاطفال. فانت ماشيين مع التمثيل محقق هارموني. هناخد اسماء بورصه النجوم خليها في الاخر. طيب خليني كده اروح معاكي واقول الثنائيه ياسمين عبد العزيز والعوضي هل نجحت ايضا، ان هي لانه الثنائيات احنا بنحبها وعشناها كتير، يعني في ثنائيات كتير في الاعمال الفنيه في السينما في التلفزيون، هل ثنائيه ناجحه ما بين ياسمين والعوضي؟ ناجحه طبعا، ما نقدرش ننكر دوت. السنه اللي فاتت كانت ناجحه والسنه دي برضو كانت ناجحه، هما لايقين على بعض. في كيمياء طبعا، بعيدا عن كيمياء الحياه ان هما متجوزين، هما كمان في كيمياء قدام الكاميرا فنيه. الشخصيات اللي بيعملوها بتبقى شخصيات تقبليهم ان هم يبقوا بيحبوا بعض او في بينهم قصه حب جدا. بس يعني اذا في حاجه تتقال لهم ان السنه الجايه المفروض لو هيعملوا حاجه ثالثه مع بعض او رابعه يعني نغير الشكل شويه، يعني نخرج من الاطار الشعبي، نبعد عن العنف شويه، نبعد عن العنف والاطار نروح الشعبي، نروح لحاجات تانية، نروح حاجه مختلفه. خلاص، لكن ممكن يكملوا. لا ثنائية يكمل. ناجحه. لا يكمل. طيب لو احنا بنتكلم على مسلسلات تاريخيه، عندنا طبعا رساله الامام، يعني انا بعتبره اذا كان مسلسل ديني وانا اتكلم عن الامام الشافعي نحن نتكلم عن رحلته الى مصر، يعني السنين اللي عاش فيها في مصر وعاش مع اهل الفسطاط، وفي ضمن ده كمان بنتعرف على فكره وعلى مذهبه وايضا على الشعب المصري وقتها ازاي كان بيتقبل الدين وبيتعلم ازاي. كمان عندنا سره الباتع عن قصه الاديب الكبير يوسف ادريس. طيب رساله الامام اولا هو مسلسل مهم جدا في توقيت مهم جدا. فاذا احنا بقالنا اكتر من 4 أو 5 سنين بنتكلم على تجديد الخطاب الديني، فكان لازم يحصل مسلسل زي دوت نشوف فيه امام وسطي عنده قدرة على الإقناع بالمنطق وبالحجة وبالهدوء وبالصوت الواطي من غير عنف ومن غير تطرف في الأفكار وفي الآراء، وحد كمان بيراجع نفسه طول الوقت، يعني حتى لا والابتسامة والسماحة بالظبط. يعني الحقيقة يحسب لخالد النبوي إنه أداؤه لكل شيء في سماحة وهدوء، في نورانية، في ابتسامة، يعني بالظبط وهدوء. يعني مش سهل أبدا إن حد يعمل شخصية إمام أو شخصية حد ديني ويعملها بالهدوء ده.
انا عايزه اقول حاجه بخصوص الامام الشافعي. الحقيقه من كذا سنه يعني في التسعينات اتقدم مسلسل على التلفزيون المصري اسمه عصر الائمه، والحقيقه الفنان راحل ابراهيم يسري برضو قدم شخصيه الامام الشافعي، كان برضو بنفس المنطق وبنفس الهدوء، فدي برضو كانت تحسب ليه. لازم نديله حقه دلوقتي ونقول ان هو برضو قدمها كويس. أكيد. خالد النبوي كان فاهم الشخصيه جدا، دارسها كويس قوي، جابها من منطقه فعلا شبهها وشبه اللي بيتقال عنها. ما ينفعش ان احنا نسمع اشعار الشافعي دي ونتخيل ان ده حد عنيف او حد طبعًا متطرف او عصبي طبعًا او كذا. وعلى فكره وكان عصر الائمه وغيرهم كمان من عملوا في الدين كانوا مثقفين وشعراء، ويعني ده ما كانش شيء بالظبط، يعني ما كانش شيء متطبع جديد بالظبط. طيب خلينا نطلع من المسلسل ده، هل زي ما انا بقول انه انتصرت الدراما للمراه، هل اقول هنا تنتصر الدراما بان هي تاخد المسلسل ده؟ لو انا في التربيه والتعليم وعندي اطفال او حتى في الجامعه أعرض مشاهد من الإمام، مشاهد كتير فيها حوارات وفيها جدل وفيها يعني أشياء كثيرة تخص الدين، أعرضها ويحصل فيها نقاش وندوات جداً. إيه رأيك لو ده يحصل في التربية جداً والتعليم؟ وعلى فكرة أنت استعين بالدراما، يعني مش عايزة أقفز وأقول إن بس رسالة الإمام اللي ممكن جداً نقدمه للشباب الصغيرين والأطفال ونعلمهم معنى الدين الحقيقي من غير تطرف ومن غير ما يلجأوا الأماكن أنت مش عارفة هم جايبين المعلومات منين، ويجوا مثلاً ممكن بنتي مثلاً تيجي تسألني سؤال أنا ما بقاش يعني أنت قريتي الكلام ده فين؟ صحيح. فتكون شافته على تيك توك ولا على فيسبوك أو حاجة. فلا، هنا بتعلمي ان في نص متراجع ومتوافق عليه وتعرض فعلا على الشاشات، ده معناه ان هو بيقدم معلومه صحيحه. انت عارفه انا قلت لبنتي ايه؟ قلت لها انت لازم تتفرجي على المسلسل ده لانك هتطلعي منه بمعلومات كتير هتفيدك، لانه متقدم بطريقه فيها من اللطف والبساطه بالزبط تساعد الاجيال. طب انا هجري معاكي عشان المخرج خلاص. عندنا الكوميديا الكبيره قوي السفاره وجات سليمه، وعندنا مسلسلات اجتماعيه مذكرات زوج وعلاقه مشروعه. الحقيقه الموضوعات كانت كتيره ومختلفه. الموضوعات كانت كتيرة ومختلفة، والكوميديا نفسها تنوعت، يعني الكوميديا نفسها لما تلاقي فانتازيا كوميدية أو كوميديا اجتماعية أو رومانسية، فإحنا هنا عندنا تنوع في النوع نفسه. وهم الحقيقة كلهم يعني تقدموا بشكل كويس، لدرجة إن الناس يعني كان في اتجاه إن إحنا نعمل 15 حلقة. في ناس قالت لا ده احنا كنا عايزين السفارة يكمل يبقى 30، لا ده احنا عايزين جات سليمة يبقى اكتر من كده، من كتر ما هم مستمتعين بالحالة الكوميدية اللي متقدمة فيها. وفعلا هم نجحوا، حتى مذكرات زوج وعلاقة مشروعة بقى اذا جريت معاكي للاجتماعي، احنا هنا شفنا بطلين بجد هم تعبوا السنين اللي فاتت في تقديم شخصيات جاده جدا جدا، فراحوا للحياه الاجتماعيه فبداوا يهدوا شويه، يعني كانوا محتاجين جدا يخرجوا من طيب اطار يعني انا الوقت بيجري معاكي سيماء والعيد خلاص، فعايزه ادي كده قولي مين هياخد 10 من 10 من النجوم السنه دي؟ خالد النبوي ومنى زكي دول اللي هياكلوا كحك العيد مبسوطين، دول هياكلوا كحك العيد. مين من نجوم الصف الثاني هياخد 10 على 10؟ رشدي الشامي مؤكد. هلا صدقي، هلا صدقي اديها برده، مش يعني ممكن دول بس في اعداد، وطبعا فريق البحريه ياخد 10 على 10. الاطفال مين من الأطفال؟ عمر شريف في تحت الوصايه، عمر شريف تحت الوصايه اكتشاف وموهبه خطيره جدا. يعني اتمنى نحافظ عليها. مين من زوجات العمده تاخد 10 على 10؟ ايمان العاصي. مين من باقي العناصر من اخواته ياخد 10 على 10؟ احمد فهيم طبعا. احمد فهيم اكيد. مين حضر ولم نجده؟ مش عايزين نظلم حد، مش عايزين نقول بس في ناس يمكن حضرنا احنا ولم نجدهم. مي عمر محتاجة تعيد حساباتها تاني شوية وتتمرن تشتغل أكتر على نفسها إذا يعني عايزة تكمل في التمثيل. عنوان دراما 2023؟ التجديد، التطور، القفزة الدرامية الهائلة اللي عشناها السنة دي. المتحدة أعلنت عن مسلسلات 2024 الحشاشين، رأيك إيه في الإعلان يعني اللي هو قبل حتى انتهاء الشهر الكريم؟ لقطة ذكية. يعني احنا خلاص خلصنا ده فبنعلن عن اللي جاي، والحشاشين احنا كنا مستنيينه السنه دي، فاظن ان هيبقى في ترقب وانتظار كبير ليه السنه ان شاء الله. الاستاذه الناقده الفنيه شيماء سليم بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. كل سنه وانتي طيبه ونفضل ان شاء الله مجددين ونفضل دايما بنتكلم عن فن جميل. اشكرك. مشاهدينا وقتنا انتهى الحقيقه، لكن انتوا معاكم ليله العيد الجميله الطويله، كل سنه وانتم طيبين، استمتعنا بيكم طول الشهر الكريم. طبعا التاسعة ما بتعيدش، التاسعة موجودة معاكم بكرة وطوال أيام العيد. أراكم بإذن الله بعد العيد مباشرة، تصبحوا على ألف خير، كل سنة وانتم طيبين، ويا ليلة العيد والله أنستينا. شكرا.